Okay, well, إذن I guess we can start. أعتقد أننا يمكننا أن نبدأ الآن. مساء الخير عليكم جميعا. شكرا لتسجيل الدخول في حلقة النقاش 69 منتدى القاهرة التغير المناخي. في هذه الجلسة سوف نناقش موضوعا شديد الأهمية، ألا وهو الغذاء المستدام والاكتفاء الغذائي والاستهلاك الواعي. بينما لا نزال نتعامل مع الحقائق المقلقة لجائحة كورونا على صحتنا وصحة أحبائنا وأمننا الوظيفي وشغلنا، فإن النقاش حول إنتاج الغذاء وأيضا سيادة أو الاكتفاء الغذائي في سياق التجارة العالمية المعطلة صارت أكثر إلحاحا عن أي وقت مضى. لقد سلطت الجائحة الضوء على مدى صعوبة تعامل معظم الحكومات في جميع أنحاء العالم مع هذه الأزمة الضخمة، ودفع ذلك المواطنين وصناع السياسات إلى مواجهة هذه القيود وإيجاد طرق للتغلب على تلك الأنظمة الراسخة للرعاية الصحية، التوازن بين الحياة والعمل، ولكن أيضا حول النظم الغذائية الرسمية. قبل أن ندخل في تفاصيل كيفية تعامل مصر مع الصدمة العالمية على النظم المحلية للغذاء ومناقشة سبل المضي قدما لتعزيز أمن الدولة وسيادتها، أود أن أقدم لكم لمحة موجزة تماما عن المشهد الزراعي في مصر. مصر تستورد ما بين 40 و50% من الغذاء الذي تحتاجه لإطعام سكانها، مما يجعل البلاد عرضة بشكل خاص للصدمات الخارجية وتقلب أسعار السلع الأساسية. مصر تستورد كميات كبيرة من القمح والسكر والزيوت النباتية لتغطية احتياجات سكانها، في حين تبلغ نسبة مخلفات الغذاء والهدر نسبة 30%. يوفر النيل الجزء الأكبر من إمدادات البلاد من المياه العذبة للري والاستخدامات البلدية والصناعية. ومع ذلك فإن تغير المناخ وتغلغل مياه البحر في عمق الدلتا ودرجات الحرارة المرتفعة وملء سد النهضة في إثيوبيا تضغط كلها على ميزانية المياه والإنتاج الزراعي في البلاد. كما تعلمون جميعا فإن مصر أكثر الدول العربية ازدحاما بالسكان، تجاوزت حاجز 100 مليون في فبراير الماضي، ويتمركز معظم السكان والصناعة والزراعة في 5% فقط من الأراضي على طول وادي النيل والدلتا، حيث تكون المنافسة على الأراضي المتاحة للإسكان والزراعة مشتدة. يضع النمو السكاني السريع وموارد المياه العذبة المحدودة في الأراضي الصالحة للزراعة كثيرا من الضغوط على أنظمة الغذاء والحضرية. لمعالجة هذا الأمر وتوسيع إنتاج الغذاء استمرت المشاريع الكبرى لإصلاح الأرض الصحراوية للزراعة منذ عقود، يهدف أحدثها إلى تحويل 1.5 هكتار من الأراضي في الصحراء الغربية إلى مركز زراعي. غالبية المحاصيل المزروعة في تلك المناطق في المزارع التجارية الكبيرة، وهي مخصصة للتصدير، تعتمد إلى حد كبير على المياه الجوفية غير المتجددة للري. خلال جائحة كورونا سمح للمزارعين بحصاد محاصيلهم على الرغم من حظر التجول الذي فرضته الحكومة، مما سمح بانتعاش الأسواق بشكل جيد واستقرار أسعار المواد الغذائية. ولكن فقدان الدخل الناجم عن تباطؤ جميع الأنشطة الاقتصادية أضر بسكان الريف والحضر. لقد أبرزت الجائحة ضرورة إعادة توطين النظم الغذائية أكثر من أي وقت مضى، وسنرى ما إذا كان هذا ينطبق على مصر. قبل أن نواصل، هل تسمعوني بشكل جيد؟ قبل أن نستمر في مناقشة السبل التي يمكن أن تجعل النظام الزراعي في مصر أكثر صموداً في مواجهة الصدمات الخارجية وزيادة الأمن الغذائي للبلاد، أود أن أدعو السيد فيليب موبي، رئيس القسم العلمي في السفارة الألمانية في القاهرة، للإدلاء بكلمات الترحيب. فليتفضل. Very much, Louise, and thank you very much for all of you for joining us here, dear climate talkers, to this 69th edition. شكرا لكم جميعا وشكرا على دعوتي لكي أتحدث إليكم اليوم. إنه من دواعي سروري البالغ أن أرحب بكم في النسخة 69 من فعاليات منتدى القاهرة المناخية في القاهرة، وهي أيضا الفعالية الثالثة عبر الإنترنت. شكرا لكم جميعا على الانضمام لنا عبر زوم، واليوم سنناقش موضوعا يؤثر علينا جميعا بشكل مباشر كل يوم، وهو الغذاء. أنا واثق من أننا جميعا نستطيع أن نقول أن كل واحد مننا مجتمعون اليوم مجتمعين محظوظون
فيه الكفاية لعدم القلق بشأن الطعام، ومع ذلك فهو أحد احتياجاتنا الأساسية. في الواقع يعاني أكثر من 820 مليون شخص من الجوع في جميع أنحاء العالم، وفي أجزاء أخرى من العالم يقدر أن البشر يحضرون حوالي 25 إلى 30% من طعامهم. وتوضح لنا أهداف التنمية المستدامة الجوانب المختلفة لموضوع اليوم، القضاء التام على الجوع، والهدف 12 والهدف 13 مرتبطين ببعضهم البعض بشكل وثيق. فقط إذا تعلمنا كيفية استهلاك وإنتاج الغذاء على نحو مستدام فسنكون قادرين على القضاء على الجوع واتخاذ إجراءات مناخية حقيقية. معنا اليوم خبراء متميزون في هذا الموضوع. كما هو الحال، أولا أود أن أشكر أصدقائنا وشركائنا في وزارة البيئة المصرية وجهاز البيئة على دعمهم الكبير لبرنامج منتدى القاهرة للتغير المناخي، وأود أن أشكر جميع الحاضرين، وشكر خاص للسيدة أمنية حجازي، وأيضا أود أن أتوجه بالشكر للسيدة هانا بركات وجودها ومنى شاهين، وأيضا أود أن أشكر منسقة الحوارات لويت التي هي صديقة قديمة لمنتدى القاهرة للتغير المناخي، وبالطبع أشكركم جميعا في فريق المنتدى وللي والجميع. شكرا جزيلا على تواجدكم، شكرا لجميع لك آمنة. والآن أقدم لكم باختصار السيدة أمنية حجازي، وهي التي سوف تقدم لنا كلمتها الافتتاحية. دكتورة حجازي، عالمة فيزياء الحيوية، مدير إدارة التكيف بالوحدة المركزية للتغير المناخي، وعملت هناك منذ عام 2007، بالإضافة إلى ذلك هي عضو في الوفد المصري في مفاوضات التغير المناخي، وعضو الوفد المصري، وكذلك عضو قائمة الخبراء لجرد غازات الاحتباس الحراري الخاصة باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ. تفضلي السيدة حجازي. شكرا لك لويس، وشكرا لك السيد فيليب موبي، يسعدني كثيرا أن أكون معكم دائما. السيدات والسادة الذين يشتركون، إن الاشتراك في فعاليات منتدى القاهرة للتغير المناخي يسعدني دائما، فقد أثبتت هذه المنصة لتبادل المعرفة أنها قابلة للتكيف مع الظروف القاسية، وأرجو أن يتبعها باقي المبادرات. اليوم بينما نناقش هذا الموضوع المهم الذي من المتوقع أن يكون أكثر إلحاحا في ظل الأزمات الناشئة مثل جائحة كورونا، أود أن أشارككم بعض الحقائق والإحصاءات التي نأمل أن تحثنا على التواصل إلى حلول. فوفقا لمنظمة الأغذية والزراعة، حتى قبل جائحة كورونا استمر الجوع في الازدياد، ففي عام 2019 تعرض ما يقرب من حوالي 750 مليون أو ما يقارب من 1 إلى 1 من كل 10 أشخاص في العالم لمستويات حادة من انعدام الأمن الغذائي. لقد أضاف الوباء إلى ذلك بنسبة 132 مليون شخص إلى إغمائهم التغذية في العالم في عام 2020. أبرز التقرير الخاص للفريق الحكومي أو المعني تغير المناخ شأن المناخ والأراضي أن تغير المناخ يؤثر سلبا على جميع الركائز الأربعة للأمن الغذائي، وهي الإتاحة، الوصول، الاستخدام، والاستقرار. ففي أفريقيا مثلا في السنوات الأخيرة انخفضت غلات المحاصيل الأساسية مثل الذرة والقمح والذرة الرفيعة ومحاصيل الفاكهة مثل المانجو، انخفضت في جميع أنحاء أفريقيا، مما أدى لتسريع فجوات انعدام الأمن الغذائي. على مستوى الوطني، وفقا لإعلان الوطني المصري الثالث المقدم إلى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، فإن تغير المناخ مع تزايد درجة الحرارة بنسبة 1.5 درجة يمكن أن يؤدي إلى خفض الإنتاج الغذائي الوطني بنسبة تتراوح بين 11% إلى 51%. أضف إلى ذلك اعتمادنا كما قالت لويز على واردات الغذاء بنسبة ضخمة، وكيف أثر تغير المناخ والجائحة الحالية على ذلك. في عام 2009 اعتمدت الحكومة المصرية الاستراتيجية الرابعة للتنمية الزراعية المستدامة حتى عام 2030 للاستجابة للتحديات العالمية والوطنية الأخيرة التي تواجه قطاع الزراعة،
ومن الأهداف الاستراتيجية الرئيسية رفع درجة الأمن الغذائي للسلع الغذائية الاستراتيجية من خلال تعزيز الاكتفاء الذاتي وتحسين معايير الغذائية والأنماط الغذائية وتقليل خسائر ما قبل الحصاد وبعده وتعزيز جودة الأغذية وسلامتها وتحسين شبكات الأمان الاجتماعي للدعم الغذائي. أخيرا نحن لسنا في حاجة إلى الذعر بل إلى العمل على اغتنام الفرص التي يوفرها المجتمع العالمي لمواجهة تحديات تغير المناخ ومؤخرا الدعم الناشئ للحلول المبتكرة لتعزيز التعافي الأخضر. وشكرا. شكرا جزيلا السيدة حجازي على هذه الكلمات الافتتاحية الرائعة. يسعدنا أنك بيننا اليوم. والآن سوف أنتقل إلى تقديم الثلاث متحدثين معنا اليوم. أود أولا أن أقوم بتقديم السيدة منى شاهين وهي بالطبع هي رائدة أعمال مصرية وصيدلانية بالتدريب. شاركت في تأسيس تيكيا وهو تطبيق على الهاتف لمكافحة هدر الطعام بالتعاون مع المؤسس المشارك ماكسيم هارتسن الذي هو معنا اليوم أيضا. أطلقت تيكيا في إبريل 2019. هو تطبيق مصمم لمكافحة هدر الطعام وتقليل تلوث ثاني أكسيد الكربون. ومنذ إطلاقه أعاد التطبيق استخدام آلاف الوجبات الفائضة وقام بتوفير أطنان من الغذاء. والمتحدثة التالية هي جوليا بيرندر، أتت إلى برلين كزميلة للمستشار الألماني وهي حاليا مرشحة لنيل درجة الدكتوراه في سياسة الأغذية والزراعة في معهد ألبرشت داينل تاير بجامعة هومبولدت مع تركيز على الديمقراطية الغذائية. لديها خلفية في الصحافة حاصلة على درجة الماجستير في دراسات البيئة والتنمية من كينغز كوليدج بلندن، كما شغلت منصب مدير الاتصالات في مركز الزراعة والعلوم البيولوجية الدولية في المملكة المتحدة وسويسرا. وآخر متحدثة معنا هي الدكتورة هالة بركات، عالمة آثار متخصصة في الآثار البيئية حاصلة على دكتوراه في علم البيئة القديمة من جامعة مارسيل في فرنسا. في الفترة من 1995 إلى 2000 عملت كمحاضرة في جامعة القاهرة قبل أن تصبح نائب مدير مركز توثيق التراث الثقافي والطبيعي التابع لمكتبة الأسكندرية، وهو المنصب الذي شغلته حتى عام 2012. وفي عام 2013 انضمت إلى المبادرة المصرية الشخصية، وهي أيضا عضو مؤسس والرئيس السابق لمنظمة Nature Conservation Egypt، وهي منظمة غير ربحية نشطة في مجالات حماية الأنواع والموائل المهددة بالانقراض. انتهت الدكتورة هالة مؤخرا من تأليف كتاب بعنوان الطعام في القديمة والذي ستنشره مطبعة الجامعة الأمريكية بالقاهرة في وقت لاحق هذا العام. سوف أبدأ بحضرتك الدكتورة هالة. شكرا جزيلا. هل شرحت لنا وللحضور ما هي المفاهيم التي تتعلق بالاكتفاء الغذائي والأمن الغذائي وما هو موقف مصر من هذه المفاهيم الآن؟ إن الاكتفاء الغذائي هو من المصطلحات التي استخدمت لفترة طويلة، وهو يتحدث عن إتاحة الطعام للناس، وهو بالطبع يناقش موضوع تواجد الطعام وإمكانية الحصول عليه، بمعنى أن الطعام موجود ويمكنك الحصول عليه. وبالطبع الطعام يتم قياسه بنظام السعرات الحرارية. سوف أعود مرة أخرى إلى الأمن الغذائي، ولكن أتحدث أولا عن الاكتفاء الغذائي. الاكتفاء الغذائي هو مصطلح يعبر عن علاقة الناس بغذائهم. إذن مرتبط بقدرة الناس على الحصول على ما يريدون أكله
وأيضا هذا الغذاء يجب أن يكون غذاء معتادين عليه في ثقافة الغذاء لديهم، وأنهم قرروا أن يأكلوا هذا الغذاء وهم أيضا يقومون بإنتاجه. إذا هي عملية توطين الغذاء، أي زراعته في نفس المكان الذي يأكله الناس فيه، وهذا يبني أيضا على معرفة منتجي الغذاء المحليين، والتي هذه المعرفة كونها على مدار آلاف السنين. وبالطبع الأمن الغذائي هنا يعني الحفاظ على الموارد الغذائية، وأيضا توفير الطاقة في إنتاج الغذاء، والاكتفاء الذاتي يركز على الطعام من أجل الناس، وأيضا منتجي الطعام وغالبا صغار المنتجين. عندما نعود مرة أخرى إلى موضوع الأمن الغذائي، سوف نجد أن هناك فرق كبير بين الاثنين. الأمن الغذائي هو مصطلح استخدم بصورة محدودة للغاية، مثلا القيام بتوصيل الأبولة من الطعام إلى الذين يحتاجونه في كافة أنحاء العالم، وخاصة الذين يعانون من أزمات بغض النظر عما إذا كان هذا الطعام ملائم ثقافيا لهؤلاء الأشخاص أم لا. وأيضا هو في بعض الأحيان ليس بالضرورة طعام يريده، وأيضا يعلمهم الاعتماد على الآخر في الطعام. وفي الدستور المصري هناك المادة رقم 79 التي تتحدث أو تتناول الاكتفاء الغذائي، وتنص هذه المادة على أن الاكتفاء الغذائي هو أساسي من أجل الحق في الحصول على الغذاء، وتركز هذه المادة على توطين الإنتاج الغذائي وحماية الأنواع والأصناف المحلية من الطعام، وأيضا حماية صغار منتجي الطعام الذين يمثلون 80% من منتجي الطعام الذي نأكله. وبالتالي أود أن أقول ربما الاكتفاء الغذائي ليس من المصطلحات الشائعة، ولكننا لدينا أرضية كافية للتحرك إلى نشره. والآن أود أن أنتقل إلى جوليا. جوليا، تركزين في عملك كجزء من درجة الدكتوراه التي تطمحين في الحصول عليها على ما يسمى بالديمقراطية الغذائية، وإنني الآن أتساءل ما الفرق بين الديمقراطية الغذائية والاكتفاء الغذائي والأمن الغذائي؟ شكرا جزيلا، هذا سؤال أحاول أن أتناوله في عملي. وهناك بعض التشابه في معاني هذه المصطلحات. الديمقراطية الغذائية تطمح إلى التوصل إلى عدالة واكتفاء غذائي في كافة أنحاء العالم، وأيضا من وجهة النظر الغربية هناك تسيد للشركات على الغذاء والسياسة الغذائية. إذن هل هذا ديمقراطي؟ وهل نحن عندما نقوم بالتسويق في النظام نحرر النظام الغذائي أم نتركه في يد الشركات؟ إذن من يقرر ما الذي نأكله؟ من يقرر الذي نزرعه؟ هذه هي الأسئلة المتعلقة
الديمقراطية الغذائية، وما هو الجمهور المخاطب من النظام الغذائي؟ هذه أيضا من أسئلة الديمقراطية الغذائية. إذا لا يمكن الإجابة على هذه الأسئلة إلا إذا كان هناك مشاركة شعبية في الإجابة عليها. ونحتاج أن نجتمع ونحتاج أن نقيم حوار لكي نقرر. إذن إن الحق ليس الحق في الحصول على أي غذاء، ولكن هو الحق في تقرير أي نوع من الغذاء نأكل ونحقق الاكتفاء الذاتي فيه. إذن مرة أخرى، لا يمنع علينا نوع معين الغذاء ويكون لنا حرية الاختيار. في برلين حيث أعمل هناك مجالس، هذه المجالس تسمى مجالس الغذاء، بها تمثيل من مختلف الأطراف، وهذا ليس فقط في برلين ولكن في عدة أماكن، ويساهمون في وضع السياسة الغذائية. شكرا جزيلا. لأنك لدي سؤال لك، لأنك أمريكية وتعملين ببرلين، ولذلك أريد أن تعطي لنا صورة عن كيفية تأثير جائحة كوفيد-19 على إنتاج الطعام، وكيف توائم المزارعون مع هذه الجائحة. نعم، إنني أمريكية وأعمل في برلين، وبالطبع كنا نتابع الأخبار، وهناك يسمى بالتناقض، وهو أننا وجدنا هنا وضع، وهو أن أي قرار في أي مكان في العالم يؤثر في المكان الآخر، وفي نفس الوقت الكل يركز على منزله وعلى ما يحدث في المنزل وأمان المنزل، وبصورة أكبر البلد التي يعيش بها. إذن رغم أن هناك تأثير مترابط، ولكن هناك أيضا استقلالية في النظر إلى المشكلة. في عام 2020 نحن الآن نشعر بأننا ليست لدينا مناعة ضد الجوع الذي يحدث في أماكن أخرى في العالم، وبالتالي نحن أصبحنا الآن ننظر في بدائل للأغذية. في مصر مثلا قضية الغذاء تصدرت المشهد لسنوات عديدة، هناك في الشوارع ناشطون في مجال الأمن الغذائي والاكتفاء الغذائي، ولكن اليوم الناس يرون الرابط بين الجوع والبيئة والسياسة، وهذا ما نراه الآن في الولايات المتحدة التي لم تكن تفكر على المستوى الوطني في الغذاء. هناك أيضا مناقشات حول الدخل، الحصول على الرعاية الصحية، وأيضا العنصرية. هي أمور الآن أصبحت الموضوعات الرئيسية في الولايات المتحدة، ووجدنا أن هناك نوع من الترابط والاعتمادية بين العناصر وبعضها البعض، عناصر السياسة سواء كانت السياسة الغذائية أو غيرها. إذن النظام الغذائي يجب أن ننظر فيه لأن هذه الجائحة لن تكون الجائحة الأخيرة. الدكتورة هالة، الآن أود أن أعرف كيف امتصت مصر هذه الصدمة وصدمة الجائحة. إنني أعرف أن المزارعين سمح لهم بجمع المحصول وأيضا بزراعة المحاصيل ولم تتوقف، وهذا معناها أن الأسعار أصبحت مستقرة، ولكن هناك مثلا أثر سلبي على الأشخاص مثلا في الريف الذين يعتمدون بشكل أساسي على التحويلات التي تأتي لهم من أهاليهم في الخارج أو في الخليج، مما عقد
المعقدة من الوضع الاقتصادي. إذن كيف أثرت الجائحة في الأنظمة الغذائية في مصر وعلى منتجي الغذاء وخاصة الإناث؟ إن the markets did not suffer immediately. At least the fresh produce, vegetables and fruits and also meat and poultry, anything that's produced locally is still there. On the other side, as you also mentioned, there is definitely an effect on the income of the people. Many of those who depend on this كثير ممن كانوا يعتمدون على الغذاء وعلى الدخل اليومي، وبالطبع هم يمثلون نسبة كبرى من السكان في مصر، كثير منهم فقد عمله على الأقل بشكل مؤقت، وهكذا انخفض الدخل. اضطر الناس إلى أن يضعوا أولوية لاحتياجاتهم ومصروفاتهم، ما الذي سوف يصرفوا أمواله وينفقوا أموالهم عليه. على الجانب الآخر بالطبع كان هناك إنفاقا، معدل إنفاق أقل مما سبق، وهكذا أعتقد أن الأثر الرئيسي كان على منتجي الغذاء. وكما ذكرت من قبل، فإن 80% من الغذاء الذي نتناوله ينتجه هؤلاء صغار المزارعين وصغار المنتجين، لا المزارعين فحسب، ولكن أيضا الصيادين الرجال والنساء، وكذلك أصحاب الصناعات الصغيرة، وغالبيتها تديرها المرأة. فما الذي جرى خلال فترة الإغلاق التي كانت صعبة للغاية على الجميع؟ كثير من الأسواق في هذه القرى تغلقت، والوصول إلى الأسواق في أقرب مدينة أو أقرب بلدة كان مستحيلاً بسبب حظر التجول. وهكذا فإن المرأة وبالذات المرأة كانت تجد صعوبة شديدة في الانتقال، فحين أغلقت الأسواق لم يكن أمامهم وسيلة لبيع المنتج، الغذاء، الخضروات، الفواكه، وكذلك منتجات الألبان، سواء كانت زبدة أو لبن، حليب أو دواجن. كل هؤلاء لم يكن أمامهم أي وسيلة لبيع هذا المنتج، ومن هنا كانت لديهم مشكلتين: تراكم المنتج، وكذلك ضياع أو إهدار الموارد المالية لديهم، فهم يحتاجون إلى هذا المال ليشتروا مواد جديدة. هذه نقطة. أما النقطة الأخرى فهي أنه مع ضياع وعدم وجود هذه الوظائف التي يشغلها الرجال بالذات في أعمال البناء مثلا، اضطرت المرأة إلى أن تتحمل هي المسؤولية، وأصبحت المسؤوليات أكثر على على أكتافها، وأصبحت المرأة تعمل من 5 إلى 10 ساعات في مزرعة الأسرة أو في الحقل دون مقابل بالطبع، واعتمدت على بيع منتجها، ولكن ما لم يوضع ذلك المنتج فقد أصبحت بلا مورد. وكذلك العمل مدفوع الأجر أصبح غير موجود. مع وجود حظر التجول وصعوبة الانتقال، وأيضاً بالمخاطرة التي من الممكن أن تتعرض لها إذا أصيبت بالعدوى بجائحة كورونا. وهكذا فإن الأمية المتفشية بين النساء الذين يعملون في التي يعملن في المزارع تصل إلى 85%. يعني ذلك أنها ليس لديها حتى وسيلة لكي تحصل على المعلومة التي تحمي بها نفسها من الإصابة بالجائحة. إذن هي لا تعلم أين تبيع منتجها،
وأين هي الفرصة مثلاً لأي مبادرة، لأي منظمة غير حكومية أو حتى حكومية لكي تساعدها في الخروج من هذه الأزمة؟ فالمرأة غالباً ليس لديها هذه الفرصة للوصول إلى هؤلاء، لديها مشكلة كبرى في أن تتواصل مع من يمثلون الحكومة من الرجال، هذه مشكلة أخرى. وهكذا فقد تأثرت المرأة أكثر كثيراً من المنتجين، أكثر من الرجال من المنتجين، ولكنهم استمروا في حمل ذلك الحمل الضخم وذلك العبء الضخم لرعاية الأسرة والعناية بها والإنفاق عليها. فالأطفال طبعا كانوا في المنزل أيضا لإغلاق المدارس، وكان ذلك عبئا ضخما على أكتافهن، وهذا غير كثيرا في أساليب التي ينظر بها الأفراد إلى حياتهم. ونحن أيضا يجب علينا أن نغير طريقة تفكيرنا لنرى كيف يمكن أن نتجنب حدوث هذا الموقف مرة أخرى. بالطبع هذه جائحة، ولكنها ليست الأزمة الغذائية الأولى ولن تكون الأخيرة، وطبعا بسبب تغير المناخ وبسبب الجائحة وطريقة إنتاجنا للغذاء وبسبب التهديد العالمي وأزمة التصدير والاستيراد في العالم قد نتعرض لذلك مرة أخرى. وما جرى أيضا أثناء الجائحة على قدر فهمي هو أن التجارة لم تتوقف، فنحن ما زلنا نستورد بضائع، فقط نحن محتاجين للمال لندفع ثمن هذه الواردات. فهذه أزمة ضخمة، وبالطبع يمكنك أن ترى ذلك في السوبر ماركت. فمثلا النساء الآتيات من الصعيد لبيع منتجاتهن، الفريك مثلا هو طبعا كما نعلم مصنوع من القمح، هو شيء موسمي ويبيعونه في الأسواق الصغيرة في ميدان سعد زغلول وفي جاردن سيتي، هناك سوق صغير. هذه المرأة لم تتمكن أبداً من الحصول على فرصة لكي تأتي إلى ذلك السوق لتبيعه. أنا نفسي كنت أحتاج أن أشتريه فلم أجده. هذا مجرد نموذج لما يحدث. شكراً لك دكتور هالة على هذه الإجابة. لقد ذكرت أن مصر تعتمد اعتماداً كبيراً على الواردات لتغطي احتياجات السكان، وبالتوازي مع ذلك فكثير من الغذاء يهدر في مصر على مراحل أخرى على طول السلسلة الغذائية وسلسلة إنتاج الغذاء. تقاس بحوالي 30% من الغذاء يهدر ولا يستخدمه أحد في الطعام، وهكذا أنتقل إلى منا. هل ممكن أن تخبرينا ما هو هدر الغذاء وكيف يمكن أن نلعب دورا في استدامة النظام الغذائي وتحقيق أمنه؟ إذن فإن هذا الغذاء هو الغذاء الذي لم يستخدمه أحد ولم يستهلكه أي مستهلك، وكما قلت فإننا نهدر حوالي 30% من الغذاء الذي ننتجه في مصر. حوالي كل شخص يهدر حوالي 73 كيلو من الغذاء في السنة. إذا تحدثنا عن الشرق الأوسط نجد أنه 250 كيلوغرام من الغذاء يهدر. نحن نهدر الطعام طوال أو على مدى السلسلة الغذائية. مثلاً أحياناً يهدر الغذاء في المزرعة نفسها في الحقل، حين ينتجون مثلاً الطماطم أو أي منتج فائدته أقل من قيمته أقل من ثمنه، وهكذا يتخلصون منه لأنهم لا يريدون أن يدفعوا ثمن توزيعه، وهكذا هي ليست فائدة مضافة ولا قيمة مضافة ولا يريدون بيعه لرخص ثمنه فيتخلصون منه. هذا غذاء مهدر. نحن نتحدث أيضا عن حوالي 30% من إهدار الغذاء الذي ننتجه، وهكذا. ولهذا قدمنا تكية وهو التطبيق الذي ابتكرناه. تكية هي تطبيق نتمنى ونأمل أن يحل جزءا من هذه المشكلة. هو تطبيق على إلكتروني
يسمح للفنادق وسوبر ماركت أن يرسلوا لنا الفائض من الغذاء. ماذا نعني بالفائض؟ أي هذا الغذاء الذي يتبقى في نهاية اليوم وهو الذي انتظر المستهلكين ولم يشتريه أحد، وهكذا هم يلقونه في القمامة تكية تشتريه منهم بسعر مخفض، أو نقدمه مثلا للأعمال الخيرية. هذا مجرد نموذج طبعا، وهذه الطريقة التي نفكر بها ونعتقد أنها قد تحل مشكلة إهدار الغذاء. يمكننا أيضا أن نضيف إلى ذلك التطبيق حلول مبتكرة تكنولوجية. فإذا كنا نتحدث مثلا عن على مستوى الحقل، فإذا كان إذا كنا نتحدث عن قضية عدم تمكننا من بيعه ويتم التخلص منه لأنه غير مفيد، فيمكننا أن نبني نظاما، يمكننا أن نخفض سعر البيع، يمكننا أن ننشئ منصة إلكترونية يمكنها أن تنشر الوعي بين المزارعين في العالم. كيف يمكن أن نقدم طرقا للحصاد لا تسبب هذا الهدر؟ وهذا هو أملنا، أن نقدم طريقة أفضل تسبب في هدر أقل. شكرا لك منا، ولكني واثقة من أن تطبيقك وعملك بالفعل قد تم إدخال بعض التعديلات عليه. بالطبع غالبية المطاعم أغلقت وكذلك الفنادق، فما الذي فعلته لكي تدخلي تعديلات على مشروعك؟ كيف تكيف مشروعك مع المتغيرات؟ تقول قمنا بتصميم حملتين خلال الجائحة، فمن عندما بدأت جائحة كورونا بدأ المنتجون بالشعور أنهم ليس لديهم عمل، ليس هناك من طلب ولا عرض. فقدمنا لهم شيئاً اسمه حملة تشالنجر، أي المتحدي. إذن فلديهم المادة التي انتهى عمرها الافتراضي، وكما قلنا ليس هناك من طلب عليها. قدمنا لهم حملة تشالنجر، أي أننا نتحداهم لكي يقدموا هذه، يتبرعوا بهذه الأغذية للجمعيات الخيرية بدلاً من إلقائها في القمامة، وبدلاً من التسبب في مزيد من التلوث، فهم يعدون بعض الوجبات البسيطة ويقدموها في الأماكن الخيرية والجمعيات الخيرية. وهكذا استطعنا توفير 1000 وجبة، وهكذا تغيرت الأمر من الحصول على دخل إلى تقديم أعمال خيرية فقط خلال جائحة كورونا. وهكذا تمكننا من توزيع حوالي 250 وجبة يومياً لمن يعملون في الحقل الطبي أو لمن فقدوا أعمالهم. ثم جاء شهر رمضان وبدأنا في المشاركة في مائدة الرحمن في رمضان. هي ليست موجودة الآن طبعاً بسبب الجائحة، لم يعد مسموحاً بها، ولكن خلال رمضان بدأنا شيئاً آخر اسمه حملة رمضان، والتي سمحت لنا بأن نقيم مائدة رحمن إلكترونية. ماذا نعني بذلك؟ هو أننا نرسل الوجبات بسعر مخفض جدا، ويمكن أن يشتريها غير القادرين، وبعد ذلك يمكنهم أن يوزعوها لمن هم في حاجة إليها بشكل خيري. وهذا سمح للمنتجين بأن يستمروا في العمل، سمح لكل شخص بأن يكون قادراً على أن يتبرع بالغذاء. وأيضاً قدمنا أعمالاً خيرية بتقديم الغذاء بشكل مستمر. أردنا العمل بهذه الطريقة، أردنا أن نغير ذلك. إن فريقنا صغير ولكنه نشيط للغاية، وتمكننا من التكيف مع هذا الواقع، وكذلك استمرينا في ذلك، واستطعنا جذب الانتباه من الصحافة بجهدنا وحدنا، وكان هذا مهماً للغاية. تمكننا من القيام بذلك بمعاونة كثير من المنظمات الأخرى وجمعيات الأخرى. هناك شركة اسمها هوفو
قدمت لنا سيارات النقل التي استخدمناها في توزيع الغذاء مجانا، وكذلك هناك منظمة أخرى وكذلك مؤسسة بنك مصر وإناكتس وجامعات ساهمت كلها معنا في توزيع ذلك الغذاء بشكل خيري، وهم الذين ساعدونا بشكل كبير خلال جائحة كورونا. هذا ما قمنا به، وأعتقد أن ذلك كان ناجحاً للغاية. نحن فخورون جداً بنجاحنا في أننا استطعنا توزيع أكثر من 250 ألف وجبة خلال الأزمة. أشكرك شكراً جزيلاً يا منى على ذلك. جوليا، أعود إليك. إن تجارة الغذاء العالمية تأثرت تأثراً كبيراً في البداية وكذلك حتى الآن مع جائحة كورونا، وعاد التركيز مرة أخرى على الأزمة الغذائية وبشكل خاص في الغرب. أعتقد أن السؤال الكبير الآن هو هل يمكن أن نستخدم ذلك كقوة دفع لكي نؤسس نظاماً جديداً بدلاً من الاعتماد الكامل على الواردات؟ وهل تعتقدين باحتمالية أن يغير ذلك السياسات؟ نعم، إن هذا سؤال جيد للغاية، والكل يسأل ما الذي سوف يأتي بعد ذلك. وبالطبع نظم الغذاء المحلية بها نوع من التعاون والتضامن، وذلك طبعا يسهل القيام به على المستوى المحلي. ولكن السؤال هو كيف يمكن أن نتوسع في هذا الأمر. هذا يعتمد على الإرادة السياسية، ولكن هذا أيضا أولويات قصوى سوف تجدونها هذا على مستوى العالم. في 2021 سوف يتم إعادة النظر في النظم الغذائية وكيف يمكن أن ننظر في الأغذية المحلية وضمان استقرارها. وبالتالي فإن الأغذية المحلية سوف تكون الكلمة المشهورة العام القادم. وبالطبع هناك التجارة الدولية، ومنهم من يقول أن الأزمة كانت سوء أكثر من ذلك إذا لم يكن لدينا تجارة دولية. إذن الأغذية المحلية جيدة، وأيضا الدولية والتجارة الدولية جيدة أيضا. الكل ينظر من منظوره، وأعتقد أن هناك دور كبير الآن للأبحاث. إذا استطعت أن أتحدث، فإننا علينا الآن أن نقف وأن ننظر في تحقيق هذه العملية، كيف سوف تتأثر التجارة الدولية بهذا الأمر. وهناك شيء أستطيع أن أقوله الآن، وهو أن تنوع مصادر الغذاء والابتكار في الغذاء هي سلعة في حد ذاتها. ما هي الأماكن التي ممكن أن نتطرق إليها لكي نزيد من الصعود؟ إذن الأمر لا يقتصر فقط على مواجهة جائحة كوفيد، ولكن أيضا التغير المناخي بصفة عامة. هذا الأمر يعتمد على من مثلنا، يجب أن نستمر في الحوار وأن نستمر في إيلاء الاهتمام والانتباه. هذا بالطبع صعب في هذه الآونة، لأننا نجد أن هناك الكثير من مثلا من يقول أن الغذاء متوفر، ليس هناك أي مشكلة. وبالتالي فإننا علينا أن ننظر فيما سيحدث في المستقبل، لأن الجائحة ليست هي الأخيرة، وأعتقد أنها كانت هي الشعلة التي غيرت طريقة التفكير والقيام
القيادة السياسية يجب أن تستمر في نفس الطريق، ونحن كمواطنين يجب أن نبني الأدلة ونحكي كيف تؤثر هذه الأزمة على حياتنا اليومية. والآن أنتقل إلى الدكتورة هالة، وأتوجه إليها بسؤال متعلق بالزراعة والتغير المناخي في السياق المصري. كيف يمثل التغير المناخي عقبة في طريق الأمن الغذائي والغذاء المستدام في مصر؟ إذن ما هي العراقيل الأساسية المتعلقة بالتغير المناخي في مصر؟ بالطبع أن هناك أثر. ليس من السهل أن نقوم باستقراء ما الذي سوف يحدث العام القادم. هذا العام كان هناك معدل أمطار عال وهناك فيضانات في السودان. إذن التغير المناخي موجود، ولكن الأمر الآن يتعلق بكيفية التعامل مع الأزمات، بمعنى أن علينا أن نبني ما قالته جوليا، وهو القدرة على الصمود، القدرة على الوقوف أمام الأزمات. وهنا أود أن أقدم مفهوما أو مصطلحا آخر يسمى الأجروكولوجي، وهو البيئة الزراعية، وهو طريقة مختلفة للنظر في الزراعة عندما تعمل أكثر مع الطبيعة والبيئة التي تعيش فيها. وهذا أمر بالطبع يختلف من مكان لآخر، والاعتماد على المعرفة المحلية للسكان والتركيز على منتجي الطعام المحليين، إن هذه بطريقة ما مختلفة عن الإنتاج الغذائي على نطاق واسع من خلال مشروعات تستهدف، أو دعني أقول تبتعد عن الأشخاص الذين ينتجون الطعام ويقومون بالتركيز على ما كانوا يقومون بزراعته. في مصر لدينا تاريخ طويل للزراعة 6000 عام، إذن هناك معرفة تراكمية كبيرة، وهناك الكثير من الأصناف والأنواع المحلية التي يتم زراعتها. الطريقة التي تتم بها السياسة الزراعية الآن تغض الطرف عن هذا التاريخ وتقدم أنواع جديدة لديها براءة اختراع وتسيطر عليها الشركات العالمية، ولكن الأنواع المحلية هي أكثر ملائمة لثقافة الناس الغذائية ولطبيعة الجو والتربة، وبالتالي أكثر مناسبة لزراعتها. المزارعون يقومون الآن بشراء هذه البذور المهجنة ومعها بالطبع مبيدات الحشرية ومبيدات الآفات، وبالتالي العام التالي يقومون بنفس الشيء. إذن هناك شركات في أنحاء العالم تقوم بممارسة الاحتكار فيما يتعلق بالبذور والأسمدة وأيضا مبيدات الآفات. الفكرة الأساسية هي كيف نعمل مع الطبيعة وليس ضدها. وهناك أيضا التوجه أو الميل نحو توطين الإنتاج المحلي. مصر كما ذكرنا تستورد حوالي 40% من غذائها، ونحن أكبر مستورد للقمح في العالم. في كل مرة نواجه فيها أزمة في العالم، فدائما
نقول ربما كان وضعنا أفضل لو كانت لدينا حالة من الاكتفاء الذاتي أو خفض الاعتماد على الاستيراد. إذن إنني أقول أن الآن سوف يكون هناك فكرة حول الاكتفاء الذاتي الإقليمي، إننا لا نستورد فقط ولكننا نستورد من أماكن بعيدة، نستورد محاصيل أو منتجات لا نعرف من ينتجها، هي بالطبع تنتج بأسعار زهيدة والمنتجين أنفسهم لا يقومون بالاستفادة المادية، ولكننا نقوم شرائها بأسعار عالية للغاية عند استيرادها. إذن هناك الكثير من المناقشات والاجتماعات في الدول العربية تتحدث عن هذه الفكرة، فكرة الاكتفاء الذاتي الإقليمي، ليس بالطبع على حساب احترام الشعوب وأراضيها. وهناك أيضا مشكلة أو قضية الأرض ومسألة الأرض، حيازة وملكية الأرض وجودة الأرض. إن ملكية الأراضي في بعض الأحيان الحيازات الصغيرة ينظر إليها على أنها شيء سلبي، ولكن في الواقع هذا هو مفتاح رعاية الأرض وإنتاج محصول أفضل من ناحية الجودة، ليس من حيث الكمية الإنتاجية وكمية الإنتاجية، ولكن من حيث الجودة والملائمة الثقافية وإمكانية الحصول عليها. إذن الحيازات الصغيرة لا تنظر للغذاء على أنه سلعة، إنما تنظر إليه على أنه حق. إذن هناك الكثير للقيام به، وبالتالي ربما هذه الجائحة سوف تجعلنا نفكر بطريقة أخرى ونتحول نحو مبادئ متعلقة باحترام الطبيعة واحترام منتجي الغذاء، خاصة النساء، لأن النساء هم حوالي 35 أو يمثلن 35% من العاملين في مجال إنتاج الغذاء. ربما هذا يكون الصمود الذي نتحدث عنه، والتغير المناخي وأزمة مثل الجائحة بالطبع هو أبطأ في قدومه، ولكنه آتٍ. ربما الجائحة قامت بشيء يمكن أن يحدث في 100 عام، قامت به في عام واحد فقط، ولكن التغير المناخي يسير بصورة أبطأ ولكنه يؤثر في طريقة إنتاج الغذاء. إذن إنني أرى الجائحة كأزمة وكفرصة أيضا. جوليا، إنني أتساءل ما إذا كانت لديك أمثلة عن دول وسياسات تتعلق بالوصول إلى أنظمة غذاء مستدامة. إذن هل لديك أمثلة أو سياسات معينة تؤدي إلى استدامة الغذاء؟ أعتقد أنني أؤيد تماما التعليق الذي قامت به الدكتورة هالة، وهو أن في أوقات الأزمات تكون هناك فرص أيضا، أو الأزمات تخلق فرص أيضا، وبالتالي تخلق الفرصة ما هي سياسات جديدة. وكما ذكرت قبل أن هناك
علاقة ورابط ما بين الجوع والفقر والعنصرية والنوع الاجتماعي وغيره. وبالتالي فإن حل واحد من الممكن أن يكون له عدة آثار، ومن الممكن أن نرى ذلك عندما نتحدث عن المملكة، عن ألمانيا وعن الولايات المتحدة الأمريكية. وجدنا أن هناك بالطبع مقترحات كثيرة، وهي حماية المواطنين وتقديم الرعاية الصحية لهم، وخاصة العاملين في الزراعة وصناعة الغذاء وكيفية ضمان استمرارية إمدادات الغذاء في ظل الإجراءات الخاصة بالسيطرة على انتشار الجائحة أو انتشار المرض. وبالطبع هناك الكثير من الأفكار، مثلا هناك بعض الأمثلة حول السياسات، ولكنني بالطبع أذكر مثلا منها موضوع ملكية الأراضي. هذا سوف يكون هام للغاية عندما ننظر في كيفية إنتاج الطعام صورة أكثر ابتكارا. في فنلندا مثلا هناك تشريع للحق في ملكية الأراضي، حيث يكون للمجتمعات الحق في شراء أراضي، وذلك نرى أيضا في للأفراد كندا أنهم الزراعية. يتحدثون عن كندا أيضا الآن لديها المنازل أو سلطات الصوبات الزراعية ذاتية موجودة تقوم داخل بوضع المؤسسات وداخل المنازل، الشواطئ في ولسنا ندري جذور حينئذ من أين المسيحيين يأتي الآن الغذائي. هي وأماكن ليست فكرة كثيرة. جديدة ولكنها بالطبع بالفعل الصوبة في شيقة حد إذا ذاتها توفرت ليست لدينا فكرة الموارد جديدة، ولكن والسياسات التي نطبقها تدعمها. بكل أعتقد صورة أيضا أن مبتكرة. المثال وهناك الذي استمعت أيضا إليه أمثلة وقرأت في عنه في القاهرة، القاهرة وهو هناك زرع أسطح الزراعة المآلي على الأسطح وكذلك بمنتجات إنتاج غذائية. مواد هذا غذائية جيد للغاية، ومزروعات وأعتقد ومحاصيل غذائية على هذا الأسطح. هي سوف فعلا فكرة يكون من رائعة، مهمة وأرى الديمقراطية أنها طريقة الغذائية أن للاستدامة وكذلك نقوم الاكتفاء بعمل الغذائي تبدأ حوارات فوق حول رؤوسنا على الغذاء الأسطح، بصورة وكذلك أكبر. يمكنها أن وفي تستمر النهاية من لا خلال نستطيع أن الاستمرار في ننجح هذا دون النقاش أن تكون السياسي هناك أو تناقش حوارات السياسات سياسية وترجمتها حول السياسات وإدماج التشريعات أيضا. الجميع في هذه الحوارات إنها وترجمة فرصة شيقة إلى للغاية في تشريعات. أنحاء هناك العالم كله، الكثير وفي من برلين التحركات أعتقد أنها حول ستكون هناك العالم، وأعتقد أحداث وأن كثيرة وأخبار الإنجليزيين كثيرة هناك سوف الكثير يمكننا أن من نتشاركها الأمور معهم. التي نقوم بها مع أشكرك شكرا شركاء جزيلا يا الدولي. جوليا. شكرا لدي سؤال جوليا. من الحاضرين، وأشجع أيا من الحاضرين على أن يوجه هذا السؤال على داخل المربع الأسئلة والأجوبة. منا أحدهم يسألك: هل هناك أي بيانات خاصة بالهدر الغذائي على مستوى المنازل كجزء من النسبة المئوية التي ذكرتها عن الهدر؟ أقول ليس لدي هذه النسخة هذه الدرجة، ولكننا نهدر ثلث الغذاء، فإذا كنا نتحدث عن السلسلة الغذائية كلها سنجد أن النسبة هي الثلث. ليس لدينا هذه المعلومة عن مصر، ولكن إنها تتصل اتصالا كبيرا بالثقافة بالطبع. شكرا لك يا منى، وشكرا على السؤال أيضا. نحن بالفعل نحاول فحص ذلك كما قالت منا من قبل، فإننا حين فحصنا السلسلة الغذائية والهدر أعتقد أنه كل محاوراتنا اليوم كانت تدور حول الهدر الغذائي وبصفة خاصة في الحقل. نحن في تكية ننظر إلى الأمر بالعكس، فنحاول أن نخلق هذا المجتمع الذي تحدثت عنه جوليا أيضا، أي نحاول رفع وعي الجمهور وأن
نحل هذه المشكلة من أسفل إلى أعلى، لأن التكنولوجيا تساعدنا في ذلك، وهي التي تمكننا من أن نستفيد بطاقات كبرى للتواصل مع الناس. مثال مثلا من الأمثلة هو حين نسأل هذا، حين أحاول الرد على هذا السؤال أجد أن المنزل يشابه المطعم. في دول مثل دبي مثلا هناك شركات تستخدم التكنولوجيا الذكاء الاصطناعي تساعد الطهاه على أن يقدموا يطلبوا بالضبط الكمية التي سوف يستخدمونها في الغذاء الذي ينتجونه، ولا يكون هناك أبدا أي فائض، وهكذا لا يفقدون أبدا أي جزء من هذه المواد الغذائية. وأعود إلى السؤال وأقول فإن حوالي 30% كما قلت، هذا الذي شاهدناه من بحوثنا في على طول سلسلة الغذاء كما قالت منا، فإن الثقافة المصرية دائما هي إذا كان لديك ضيفان بالعدد سوف يحضرون العداء، فأنت هنا تحضر غذاء يكفي 6 أو 7. يجب علينا تغيير هذه الثقافة، وهكذا أريد من خلال المنصة التي نكتبها أن نرفع وعي المستهلكين، بدلا أن تحضروا الطعام ل7 أشخاص تحضروا الطعام ل3 طالما أنكم تستضيفون شخصين فقط. شكرا لكما. لدي سؤال أيضا جيد وصلني من المشاهدين، هو موجه للدكتورة هالة. ثانية واحدة، تقول سأبحث عن السؤال: كيف يمكن أن نزيد من جودة حبوب الغذاء العضوي طالما أن السوق يعتمد تماما على حبوب الهجين أو البذور الهجينة، وكذلك نعامل الغذاء بالكيماويات التي تؤثر على جودة التربة؟ ما هي الوسائل المتاحة الآن التي يمكن أن يستخدمها الفلاح أو المزارع لينتج الغذاء العضوي؟ أولا أود أن أفرق ما بين هيرلون والغذائي، الغذاء الهيرلوم فكرة مختلفة، العضوي يعني أننا أنتجناه دون استخدام أي كيماويات أو مبيدات. نحن نتحدث عن العضوي، الغذاء العضوي، ولكن المسألة هي مسألة الهيرلوم، حبوب الهيرلوم، لأننا لدينا فعلا إنتاج عضوي كثير وضخم في مصر، وهو غالي الثمن جدا، ولكن هو هجين، ولا أعتقد أبدا أن هذه هي الطريقة الجيدة للقيام بذلك. هي ليست ضارة ولكن أعتقد أنها يجب تعديلها. أما الهيرلوم فهو مختلف. أعتقد أن المجتمع المدني عليه أن يقوم بدوره، الجمعيات التعاونية وكذلك المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني عليها أن تعمل أكثر مع الجيوب التي تنتج هذا الغذاء، التي ما زالت تستخدم هذه البذور. إنه بحث، وكثير من البحث الذي يجب القيام به. نحن نعلم الكثير عن هذا الأمر ولكننا لا نعلم كل شيء. يجب أن ننظم عملنا ونقوم بزيارات وندعم هؤلاء المنتجين ونشجعهم على أن يستمروا في استخدام البذور الهيرلوم، ونجد لهم أيضا طرقا لبيعها أو تبادلها، وأن يشرحوا قيمة ما يقومون به، ونمكنهم أيضا من أن يستمروا في القيام بذلك. المسألة ليست سهلة على الإطلاق. في دول كثيرة حين بدأوها بهذه الطريقة من خلال جمعيات المجتمع المدني، بدأ الأفراد يتواصلون ويبحثون عن المنتجين الذين ما زالوا يستخدمون بذور الهيرلوم، وأنا آمل أن يكونون ما زالوا موجودين، ولكن بسبب السوق الذي امتلأ بهذه البذور الهجين والشركات التي تبيعها بشكل كبير
حتى الجمعيات الزراعية في القرى ما زالت تقوم بنفس الشيء، ولهذا السبب أصبح الأمر غير واضح، وهي أصبحت مختبئة وليس من السهل إيجادها، وهذا دور المجتمع المدني. في الأسبوع الماضي قدمت طلبا وطالبت بوجود بذور الهيرلوم، وليس أنا لدي بعضها لأنني أهتم بها ولكنها قليلة للغاية، وعلينا أن نعمل على ذلك. أما الزراعة العضوية فيها شيء آخر لابد أن نفرق بينهما. شكرا لك على هذا الإيضاح دكتورة هالة، أشكرك. لدي سؤال آخر من الجمهور لمنا وماكس. بعضهم يتساءلون كيف تمكنتم من تحقيق معايير الأمن الغذائي وكذلك نوعية الغذاء الذي تقدمونه في وقت الجائحة، كيف تمكنتم من ذلك؟ تلقيت أنا دائماً ما يوجه إلي ذلك السؤال. أولاً أريد أن أتحدث عن السياسة أو السياسات الموجودة، وهي أننا كثيراً ما تقول السياسة أننا غير مسموح لنا ببيع ذلك الغذاء الفائض، لأنه هذا الشيء يتم تنفيذه في أوروبا. هذه السياسة تقول إذا كان لديك فائض من الغذاء ولكن بعد فترة معينة لابد أن تتخلص منه. في هذا الوقت بدأنا تطبيق الخاص بنا. في البداية كنا نرى ذلك الغذاء يرمى ويلقى في القمامة رغم أنه سليم، لأنهم غير متأكدين من سلامته. أعود إلى سؤالك وأقول كيف يمكننا أن نتأكد من سلامة هذا الغذاء؟ أولاً يجب أن نتأكد أن هذا الغذاء طازج، لم يلمسه أحد ولم يمر مدى صلاحيته بعد، ولهذا نطلب منهم أن يكتبوا عليه موعد انتهاء الصلاحية، ونطلب منهم أن يتمسكوا بذلك في العقد الذي نمضيه ونوقعه معهم. نحدد مسؤوليات كل طرف، فإذا وبالطبع المطعم يخشى على سمعته وهكذا لا يريد الإضرار بها، فلا يقدم لنا أغذية مرت صلاحيتها أبدا، وهكذا يشتريها المستهلك قبل فوات مدة صلاحيتها وهي طازجة وجيدة، ونحن نضمن له ذلك، وكذلك نسمح للمستهلك أن يعود إلينا برأيه وتقييمه لما استلمه من غذاء. يجب أن نتأكد أن من يقدم لنا الغذاء أيضا يتحلى بنفس العقلية لنا، أنهم بالفعل يريدون تقديم أفضل غذاء لدي مستهلك ويؤمنون أنهم يفيدون المجتمع ويقومون بالخير بأعمال الخير ويقللون من التلوث، وهي فائدة لكافة الأطراف. هذا ما نقوم به. Thank you very much, Minna. شكرا لك منا. I have a question for the audience that guessed. سؤال بمليون دولار، سؤال صعب للغاية، يسعدني أن يجيب عنه الجميع. أعرف أنكم ليس لديكم الإجابة، ولكن سأقول. يوليا أبدأ بك. لدينا سؤال. ما إذا كانت الزراعة صغيرة الحجم يمكنها أن تنتج الغذاء الذي يكفي العالم كله؟ بالطبع أتفق معك، فهذا سؤال جميل بمليون دولار فعلا، وأحب أن أجيب عنه وأن أتمنى أن أستمع إلى الجميع. يتوقف ذلك تماما على تغذية العالم، هذا بالطبع هدف طموح للغاية، ولكن نريد أن نتحدث هل نحن نقصد المستوى المحلي أم الإقليمي؟ أنني سأقول ليس هناك من سبب يمنعنا، ولكن هل يستمتع المزارعين صغار الحجم بنفس القدرات التي تمكنهم من أن يدخلوا في أعمال ضخمة الحجم؟
بالنسبة لي هذا أول سؤال. ليس هناك من سبب يمنعنا من أن نقول إن الاهتمام يمكن لأصحاب صناع السياسات أن يهتموا بصغار المزارعين، فهذا بالطبع سيكون جزءاً من المناقشة المهمة حين نتحدث عن الجائحة والأزمة التي تسببت فيها الجائحة. فمثلاً هناك أبحاث تدور حول الزراعة العضوية والزراعة صغيرة الحجم، هل هي منتجة ومؤثرة في الغذاء العالمي أم لا؟ هذا كورس بالطبع هذا سياق آخر، لكن هذا سؤال آخر. وأيضا بعض المعلومات الجيدة وبعض المعلومات غير الصحيحة في ذلك المجال، وأؤكد لكم أن هذا المستوى من الزراعة يمكنه أن يغير الصورة. ليس هناك ما يمنع ذلك كما قلت، ما لم تكن هناك نفس المناقشات تدور حول صغار المزارعين تماما كما نتحدث كل يوم عن كبار المنتجين المزارعين والأسواق الضخمة ومن يبيعون بالتجزئة. هذا تحدي كبير ولكن فرصة كبيرة جدا وسؤال مهم للغاية للجميع. شكرا لك يا جوليا. أنا واثقة أن الدكتورة هالة لديها ما تريد أن تقوله هنا. أتفق مع جوليا بالطبع، ليس هناك من سبب يمنعنا، وأتفق معها أيضا على النقطة التي تقول بأن صغار المزارعين لا يحصلون على الدعم الكافي لا من صناع السياسات فقط ولكن أيضا من منظمات دولية مثل منظمة التغذية والزراعة. فإذا نظرنا إلى التمويل نجد أن هذه المنظمة تفهم تماما أن 80% من الغذاء الذي نتناوله يأتي من المزارعين صغار الحجم، هم يتحدثون عن الكفاءة الغذائية وكل شيء، ولكن انظر إلى الميزانية، الصندوق يمثل 10% فقط من الموازنة، هو الذي يذهب إلى صغار المزارعين والمنتجين. إذن ما نحتاجه هو مزيد من الدعم، لا بالمال فقط ولكن أيضا بالقيام ببحوث للوصول إلى طرق جديدة تساعد صغار المنتجين على أن ينتجوا بشكل أكثر كفاءة، وأيضاً أن يعرفوا كيف يمكن أن يسوقوا منتجاتهم وأن يقللوا من الهدر الغذائي. And if this happens, then of course there is no reason why it wouldn't. It's already feeding a large part of the population. So large-scale production is mostly industrial and for export, so it's a completely different approach. While small-scale production is for feeding people. We just need to make it, to give it more its importance and value. Yeah, and it's also very clear when you look at the agricultural landscape in Egypt, especially the traditional ways of farming, that it's a very intensive type of farming. I mean, on small plots of land, people can grow up to 6-7 crops in one go. I mean, it's, you know. Yeah, it's a lot of permaculture in the sense of that, like you have a diversity of crops. You also, it's very efficient, as you say, and there's a lot of recycling happening within it. So it's not, there's no waste of energy or waste of water or that's not true. And plus there is also the combination of the animals and the plant, the crops together, which is very good because then you have your manure, there's a lot of recycling happening, the excess produce is given to the animals, etc. It's very efficient and it's very productive in a way. And it's resilient, it continues to be efficient over years, thousands of years. Thank you, Dr. Hala. I have one last question for you, and this is the last question from the audience. I really wanted to thank you for. لدي سؤال لك، هو آخر سؤال، وأتوجه لك بالشكر للإجابة على جميع الأسئلة. والآن ما هي سبل تحسين وصول الفقراء للغذاء؟
وهنا نتحدث عن فقراء المناطق الحضرية. ما هي السياسات التي من الممكن أن تضمن لهؤلاء الأشخاص الأمن الغذائي وأيضا الحصول على الغذاء؟ هذا سؤال صعب. نعم، هناك نظام دعم في مصر وقد تغير بصورة كبيرة على مدى 10 سنوات الماضية، لكن ليس للأسوأ، تغير بصورة جيدة واستهدف حصول الفقراء على الغذاء وخاصة فقراء المناطق الحضرية. نحن نعرف جميعا الدعم على الخبز وهي ما يسمى بقروض الخبز أو بطاقات الخبز. الكل كان يستطيع منذ 5 أو 6 سنوات أن يشتري الخبز المدعم، ولكن الآن كان والآن يجب على المحتاجين فقط والذين يستحقون أن يحصلوا على هذه البطاقة، بطاقة الخبز، ومن ثم يحصلون على هذا الخبز المدعم. وهناك أيضا نقاط في هذه البطاقة، بمعنى أنك إذا كنت لا تريد أن تشتري الخبز بكل قيمة البطاقة، فمن الممكن أن تتحول باقي القيم لنقاط تشتري بها سلع أخرى أساسية مثل السكر وغيره. إذن إن هذه هامة للغاية، ولكن الجانب السلبي هو أنك هنا مرتبط بجودة معينة من الطعام يمكنك فقط الحصول عليها، وبالتالي إذا أمكننا أن نغير طرق العمل في النظم الأغذية بحيث تكون لمصلحة الناس، بمعنى تركز على جودة الغذاء التي يحصل عليه الناس. ولكن هذا السؤال وهذه المسألة ليست سهلة. بالنسبة لقاطني الأماكن الحضرية، هل يمكن أن ينتهوا طعامهم؟ ربما يتعين عليهم أن يقوموا ذلك. فمثلا لدينا ثقافة في المناطق الحضرية لتربية الدجاج وغيره على أسطح المنازل، لا يجب أن نقوم بمواجهة هذا ونحارب ذلك، لا يجب أن نشجع عليه، ولكن أن يتم بصورة أكثر ملائمة للنظافة وللضوابط الصحية. إذن هل من الممكن للناس في الحضر أن يقوموا بزراعة منتجات غذائية على أسطح المنازل؟ ولكن المشكلة أيضا ليست في الحضرية ولكن في المناطق شبه الحضرية، أي أنهم ليسوا ريف وليسوا حضر، وبالتالي طبيعتهم مختلطة وتمثل تحديات. إذن إنني أرى أن المبادرات جيدة للغاية، ولكن عندما يصبح الشباب مهتمون بالحالة ومهتمون ومهتمون بزراعة الأسطح مثلا، من الممكن أن يقومون بتنفيذها على أرض الواقع. وأعتقد أنني رأيت بعض الأمثلة على ذلك، رأيت ورش عمل للبستنة وأيضا للعناية بالحدائق، وهذه الورش يقوم عليها الشباب وقبل الجائحة، وأنا أعتقد أن أيضا الكثير من الناس خلال الجائحة تعلموا، ونظرا لوجود وقت وفير تعلموا كيفية زرع أشياء أو زرع محاصيل معينة، نباتات معينة. وبالطبع فإنني أجد أن الناس الآن ينظرون في كيفية تعلم زراعة بعض المنتجات، وخاصة الناس في الحضر وفي القاهرة. إن
عندما تقوم بزراعة الغذاء هذا ليس معناه أنك تقوم بزراعة الخضروات مثلا، لا، من الممكن أن تزرع بعض الأعشاب، وهذه الأعشاب مثلا تستخدمها في الطهي، هذا نوع من زراعة الغذاء أيضا. إذا من الممكن أن نبدأ بمبادرات لزراعة أشياء بسيطة. هذا الأمر نجح في كوبا مثلا، في الناس في الحضر قاموا بزراعة أصناف الغذائية على أسطح المنزل، وهذا تحدي ولكنه تحدي جميل. نحن نقترب من نهاية النقاش، ولكن قبل أن نغلق أو قبل أن نختتم نريد أن نسأل كل واحد من المتحدثين ما الذي يقترحه للحفاظ على الاستدامة الغذائية منا. So from my point of view we need to use the technology more. نحتاج أن نستخدم التكنولوجيا، المزارعين يجب أن نعلمهم كيفية استخدام التكنولوجيا، وربما أيضا نستخدم التكنولوجيا لكي نشرح لهم ونعلمهم كيف يصبحون أكثر فاعلية وكفاءة. وأيضا من الممكن أن نقوم باستخدام لتعليم الطهاه كيفية طهي الوجبات بفاقد أو بهدر أقل من الذي هو عليه الآن. وأيضا من الممكن أيضا أن نقوم بالحفاظ على الطعام بطريقة تجعله يبقى لفترة أطول، وكيف يمكن أيضا أن نحفظ الخضروات في المنزل لفترة أطول قبل أن تذبل. إذن إنني أعتقد أن نشر الوعي في سلسلة الإمداد كلها هام للغاية. شكرا جزيلا. جوليا. أعتقد أن رأيي سوف يتوافق مع رأي منا، إن المكونات الرئيسية هي ما ذكرته منا، وأيضا أرى أن السبيل للتقدم هو الاستمرار في الحوار عن الغذاء وعن المناخ. أنا من كاليفورنيا وحاليا الساحل الغربي للولاية بأكمله يتعرض لحرائق غابات، وبالتالي فإن الحياة البرية معرضة للخطر والغذاء معرض للخطر. إذن يجب أن نستمر في الحوار، وفي الحوار حول من سوف يمثلنا أيضا وفي الحوار. وإذا تحدث إلى أسرتك، إلى أصدقائك، إنني أرى أن المدرسين مثلا لديهم مكانة ولديهم موقف يمكنهم أو مكانة يمكنهم من الحديث إلى طلابهم حول الغذاء الصحي المستدام. شكرا جزيلا لجوليا، والآن أعطي الكلمة للدكتورة هالة لتوصياتها. إنني أتفق مع أن الحوار حول القضايا المتعلقة بالغذاء هام للغاية، فمثلا التراث الغذائي، ما الذي نأكله ولماذا نأكله ومنذ متى ونحن نأكله، هذا سوف يجعلنا نحن نحترم الأنواع المحلية التي نأكلها، وأيضا التراث، ونحترم التراث والثقافة الغذائية للبلد. هذا على مستوى المستهلكين، ولكن هناك
مستويات أخرى هامة. وكما ذكرت جوليا، عندما يكون هناك موضوع على مستوى السياسات والناس تفهم ما الذي تريده وما الذي لديها، فإن هذا سوف يسهل الأمر على صانعي السياسات. وبالتالي واحدة من الأشياء في مصر هي أن يعطي قيمة لصغار المنتجين، لصغار المزارعين، نجعلهم يشعرون أنهم من يمدوننا بالطعام الذي نأكله يوميا. 90% من السكان في مصر يحصلون على طعامهم من المزارعين الصغار. ليس كل السكان في مصر قادرين على الذهاب للسوبر ماركت أو المحال الكبيرة، ومعظم الغذاء يأتي من المنتجين الصغار. وأيضا مكون النوع الاجتماعي، فالسيدات يمثلن أيضا نسبة كبيرة من العاملين في هذا المجال. وبالتالي إذا عرفنا كيف يمكن مثلا أن نبيع منتج من خلال الواتساب، وذلك سوف يسهل على السيدات العمل. فمثلا إذا كان من الممكن أن نقوم بتعليمهم هذه التكنولوجيا البسيطة لنمكنهم من كيفية استخدامها لتجنب خسائر في مبيعاتهم مثلا، ولدفع وتعزيز مبيعاتهم، وإذا كان لأحد أن يساعدهم على ذلك فإن ذلك سوف يقلل من هدر الطعام بصورة كبيرة. ولكن يجب أولا أن نعطيهم قدرهم. والآن سوف أعطي أنا توصية، وهي إذا لم تكونوا قد قرأتم بالفعل مجلة الراوي حول تاريخ الطعام والمطبخ المصري، فإنني أرجو أن تقوموا بقراءتها. والدكتورة هالة بركات أسهمت في هذه المجلة بمقال رائع وصغير عن تاريخ الخبز في مصر. إذن إنني أرى أن هذه المجلة ذات قيمة هائلة. وبالتالي قبل أن أقوم باختتام هذه الندوة، أريد أن أتوجه بالشكر للثلاث متحدثين الذين أثروا الحديث. شكرا جزيلا على تناول الموضوع من مناظير مختلفة وجعل هذا الموضوع مفيد لكم. شكرا لكم، وشكرا للويز على التيسير الرائع لهذه الجلسة. أود أيضا أتوجه بالشكر حاضرين. الدكتورة هالة، لو سمحت لي أود أن أعلن عن الندوة القادمة، وسوف تكون بعنوان الحفاظ على الزخم. كيف يمكن أن نحفز الشباب على الحفاظ على الكوكب؟ تعلمون أن في أكتوبر هناك الكثير من المؤسسات الألمانية التي سوف تحتفل بتوحيد ألمانيا من خلال عدة فعاليات. إذن سوف أدعوكم إلى هذه الفعاليات كلها. شكرا جزيلا. شكرا.